السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الكرام، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله ربكم بخير. رجعنا لكم اليوم لتكملة سلسلة لعبة المنحدر. طبعا المرة الماضية كانت عن السيارة الصفراء، هي المرة فتحنا السيارة الجديدة، هي باللون الأسود والأحمر. يلا تابعوا الفيديو لنشوف إن شاء الله رح يلا الجولة اللي بعدها. واو ايش شهد يا عيني يا عيني. شوف يلا روح يا عيني. I'm not going to be able to do that.
بدنا نرجع نشوف فين اذا وقعنا الحل نرجع فوق الطريق. طيب موافق انا اذا وقعنا نرجع فوق الطريق معك. انا عم اسوي الشغلات هذي بهي اللعبة مثل صاحب اللعبة اخر شيء بده يهرب. كل صاحب اللعبة بده يخبرني اخر شيء لاني الشغلات هاي اللي مسويها انا ما حدا كان طالع فوق تحت. يلا المرحلة اللي بعدها. اوه رجعنا على دول المحاضرات يا زلمة الشعر. طيب هيو بدنا يلقوا يلقوا ما يشوفها يا اخوان يا صاحبي يا صاحبي يلقوا ما يشوفها ما يلقوا لا Oh.